تمام، فاحنا ممكن احنا نبدأ المحاضرة. انت شايف السكرين صح؟ تمام. طيب، فالمحاضرة بتاعت النهاردة هي very simple. تمام، هي بتتكلم على الفيكتورز، اوكي، اللينير كومباينيشنز بتوين فيكتورز واللينير اندبندنس اوف فيكتورز. تمام، هي بتتكلم مينلي على الفيكتورز. تمام، فالفيكتور هو بيبقى فيرتيكال كولوم زي ده، تمام، وعدد الاليمنتس اللي فيه n، فبيبقى الفيكتور اللي فيه اليمنتس n بي بيلونج للريل سبيس اوف اندكس n. تمام، فلو انت مثلا عندك فيكتور فيه 2 اليمنتس، فده اليمنت في الار 2 اللي هو الار 2 اللي هو الاكس والواي. تمام، فانت اي نقطه في السبيس ده هي رقمين، رقم للاكس ورقم للواي. تمام، طيب لو انت عندك فيكتور فيه 3 ارقام، فانت عندك الفيكتور ده في السبيس اللي هو الار 3 اللي هو بيبقى شكله عامل كده اللي هو 3 دي اللي احنا بنعيش فيه. تمام، فاي نقطه هنا ده فيكتور، تمام، في 3 ارقام او اكسبريس ب3 ارقام. وطبعا الفيكتور ممكن يبقى اطول من 3، ممكن يبقى 4، ممكن يبقى 5، كل ده هيبقى r to the power of 4 او r to the power of 5. وطبعا الحاجات دي احنا ما بنقدرش ايه نرسمها. اوكي، طيب ايه الاوبريشنز اللي بتتعمل على الفيكتورز؟ اول حاجه الايكواليتي، تمام، وده ابسط واحد. امتى فيكتور اكس يساوي فيكتور واي؟ لو كل اليمنت في اكس بيساوي الاليمنت اللي قدامه 4. يعني انت لو عندك فيكتور 3 5 2 بيساوي الفيكتور 3 5 2، لان الاليمنت الاولاني اللي هو 3 بيساوي 3 و5 بتساوي 5 و2 بتساوي كام؟ 2. تمام، فده الايكواليتي، يبقى الاكس ايكوال واي لو ده بيساوي ده وده بيساوي ده وده بيساوي ده. تمام، تاني اوبريشن الاديشن، ان انا بجمع 2 فيكتورز. فاما بجمع 2 فيكتورز انا سيمبلي بجمع الرقم الاولاني في الفيكتور زائد الرقم الثاني في الاولاني من الفيكتور الثاني. فلو انت بتجمع الاثنين دول على بعض فالنتيجه تبقى كام؟ 6 10 4. تمام، فاي 2 فيكتورز بيتجمعوا على بعض بتجمع الاليمنت الاولاني هنا على الاليمنت الاولاني هنا، الاليمنت الثاني هنا على الاليمنت الثاني هنا، الاليمنت الثالث هنا على الاليمنت الثالث هنا. تمام، فده السم او الاديشن بتاع 2 فيكتورز. اوكي، الاوبريتور اللي بعد كده ان انا املتبلاي الفيكتور باي سكيلر. فلو انت عندك فيكتور، تمام، وهتضربه في رقم سكيلر، رقم كونستانت، فالفيكتور اللي هيطلع هو الرقم الكونستانت مضروب في كل الارقام اللي في الفيكتور. فمثلا فيكتور زي اللي هو 6 و10 و4 ده لو مثلا ضربناه في سكيلر 5، كونستانت 5، فاللي هيطلع يبقى كام؟ 30 50 وكام؟ و20. الخمسه هتتضرب في كل الارقام دي. طب مثلا لو ضربته في نيجاتيف نص ها هيبقى كام يا كريم؟ سالب 3 تمام، ونيجاتيف ونيجاتيف 5 تمام ونيجاتيف 2. تمام، اوكي، طيب، فده اللي هو المالتيبليكيشن باي سكيل. من الاوبريشنز اللي احنا خدناها فوق اللي هي المالتيبليكيشن باي سكيلر مع الاديشن، دلوقتي تقدر تيفالويت اكسبريشن زي ده.
يعني انت دلوقتي عندك الاكس 3 و2 1 والواي 2 ونيجاتيف 1 و4، ف2 اكس زائد 3 واي، ان انا هضرب ده في 2 الاول، فالنتيجه هتبقى كام؟ 6 4 2 تمام، وبعد كده هضرب الواي في 3 فهتبقى هنا ايه؟ 6 وناقص 3 و12، بعد كده هجمعهم على بعض فيبقى المجموع كام؟ 6 و6 12 و4 وناقص 3 1 و2 و12 كام؟ 14. اوكي، فالحل هنا هو عامل غلطة ان بدل الثلاثة والاثنين هو قالبهم اثنين وثلاثة تمام، فالاكزامبل ده حله مش مظبوط تمام في السلايدز، يعني لان هو هنا ثلاثة واثنين هنا اثنين وثلاثة، فهو عمل اثنين في الاثنين باربعة والاثنين في الثلاثة بستة واثنين في واحد باثنين، وبعد كده 3 في 2 ب 6 و3 في نيجاتيف 1 بنيجاتيف 3 و3 في 4 ب 12، وبعد كده جمع فهنا 10 وبعد كده هنا 3 وبعد كده هنا كام؟ 14. فالاختلاف في الرقمين دول عشان هو قلب بدل 3 2 2 3. فانت دلوقتي عارف الديفينيشن بتاع الفيكتور تمام؟ بي بيلونج لانهي سبيس، وتقدر تجمع فيكتورز على بعض وتقدر تضرب فيكتور في سكيلر، فتقدر بعد كده ايفالويت اي اكسبريشن زي ده تمام. في حبه بروبرتيز للفيكتورز كلها بروبرتيز تريفيال فيري ستريت فورورد تمام، اوبفيس بديهيه تمام. فالجمع ان لو عندك يعني انت لو عندك ثلاثه فيكتورز يو وفي ودبليو تمام، وعندك اثنين كونستانتس ارقام بي بيلونج للار، يعني مثلا 2 و3 5 و7 تمام، ناقص 1 وناقص 20 رقمين تمام. فالبروبرتيز دي بتهون ايه؟ البروبرتيز دي كلها ستريت فورورد، لو اليو زائد في هي الفي زائد يو، لان انا سيمبلي انا عندي اما بجمع الاثنين اللي هنا زائد الثلاثه اللي هنا، فمش فارقه الفيكتور الثلاثه دي جت على شمال اليو الشمال ولا اليمين، يعني انا لو حطيت الفيكتور ده هنا برضو النتيجه هتطلع كام؟ 6 تمام. لو عندك ثلاثه فيكتورز جمعت الاثنين الاولانيين خمسه يا دكتور، ده جمع يا فندم خمسه، احنا ده جمع صح؟ جمع خمسه، يعني انت دلوقتي انت لو جمعت الفيكتور ده زائد ده تمام، فهنا خمسه. لو انت جبت ده هنا اهو، يعني بقى ده زائد ده هتبقى خمسة برضه. ايوه دوم. تمام. لو عندك ثلاثة فيكتورز بتجمعهم على بعض، مش فارق ان انت جمعت اول اثنين واللي طلع جمعته على التالت، او جمعت الثاني والتالت وبعد كده جمعت على الاول، يعني دلوقتي انت عندك ثلاثة فيكتورز دول فبتجمعهم على بعض، فاثنين زائد الثلاثة بخمسة زائد الثلاثة بثمانية، او الثلاثة زائد الاثنين بخمسة زائد الثلاثة بثمانية تمام. لو عندك فيكتور الجمع كله على فيكتور اصفار، فهو بيطلع ايه؟ نفس الفيكتور تمام. يعني لو عندك اثنين وخمسة وبتجمع على فيكتور كله اصفار اللي هو صفر وصفر، فهيطلع اللي كام؟ الاثنين والخمسة. ولو الفيكتور كله صفار ده جه هنا برضو مش فارق تمام. لو بتجمع فيكتور على النيجاتيف بتاع الفيكتور هيطلع الفيكتور اللي هو كله صفار، يعني لو هجمع الاثنين والخمسه ده على نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5 تمام، فيكتور اللي هو النيجاتيف بتاع ده، فهيطلع الايه؟ ال 0 0 تمام. لو عندي اثنين فيكتورز مجموعين على بعض اليو زائد في، واللي هيطلع هيتضرب في كونستانت سي، هو ان انا كنت ضربت السي في اليو وبعد كده ضربت السي في الفي وجمعت الاثنين دول على ايه؟ على بعض تمام. لو انت عندك فيكتور يو
ومضروب في رقمين مجموعين على بعض، يعني 2 مثلا زائد 3 اللي هو 5. فانا كده ضربت كل الاليمنتس اللي في اليو في 5. هو ان انا كنت ضربت الاليمنتس اللي في اليو في 2 وجمعتها على الاليمنتس اللي في اليو مضروبه في 3. تمام. لو عندك اليو فيكتور هيتضرب في رقم دي اللي هو مثلا 5، وبعد كده اللي هيطلع هيتضرب في سي اللي هو 2، هو ان انا كنت ضربت اليو بكام؟ 10 من الاول. اخر حاجه لو عندي فيكتور مضروب في 1 فهو بقيمه الايه؟ الفيكتور. تمام؟ يعني عندي مثلا الفيكتور 2 في 5 ده ضربته في 1 فهيطلع ايه؟ ال 2 و5. تمام؟ فكلها بروبرتيز فيري ستريت فورورد وايه؟ اوبفيوس. تمام؟ فلغايه كده الدنيا بسيطه، مفيش فيها اي حاجه صعبه. تمام. هنخش في التوبيك الثاني بتاع محاضره النهارده اللي هو اللينير كومباينيشن. فاللينير كومباينيشن ان انت عندك فيكتور، يعني لو انت عندك 2 فيكتورز، ادا فيكتور تمام وادا فيكتور، حد يمليني اي رقمين هنا مثلا كام وكام؟ 2 و5. 2 و5. حد يمليني رقمين هنا؟ 3 و4. 3 و4. تمام. لو انا ضربت الفيكتور ده في رقم، حد يمليني رقم؟ 1. 1. وضربت الفيكتور ده في رقم، حد يمليني رقم؟ 2. 2. وجمعت، فاللي هيطلع هنا الفيكتور ده اللي هيطلع اللي هو هيبقى كام؟ 2 زائد 6 يبقى 8، وهنا 5 زائد 8 بكام؟ ب 13. الفيكتور ده يتقال عليه لينير كومباينيشن من الايه؟ من الاثنين فيكتورز اكس وواي، يعني ادا اكس فيكتور اكس وادا فيكتور واي. الفيكتور زد اللي طلع ده هو لينير كومباينيشن، كومباينيشن اكنك بتدمج حاجتين على بعض. تمام؟ فهو كومباينيشن بتوين الاكس والواي بس لينير كومباينيشن، يعني نوع الكومباينيشن ان هي لينير خطيه. تمام؟ طيب لو انت عندك الاكس والواي دول هم بس انت بتغير الارقام اللي هنا، يعني مثلا بقى هنا 3 وهنا 4، هنا 7 وهنا ناقص 2، هنا 8 وهنا 9، فانت عندك الفيكتورز اللي هنا هتتغير. تمام. كل الفيكتورز اللي هتطلع هنا دي هي ستيل لينير كومباينيشن بتوين الاكس والواي بس انت بتغير الميكس، بتغير اضرب الاكس في كام واضرب الواي في كام واجمع على بعض. تمام. فلو انت قريت الديفينيشن فيكتور اكس تمام از لينير كومباينيشن بتوين فيكتورز من اكس 1 لغايه اكس كي اف ذير اكزيست سكيلرز ارقام كونستانت such that ان رقم كونستانت هيتضرب في اكس 1 زائد رقم كونستانت هيتضرب في اكس 2 زائد رقم كونستانت هيتضرب في اكس 3 زائد رقم كونستانت هيتضرب في اكس 4 زائد رقم كونستانت هيتضرب في اكس كي يطلع الاكس. يعني طول ما في رقم هنا هيتضرب في ده زائد رقم هنا يتضرب في ده يطلع الزد، الزد يتقال عليها لينير كومباينيشن بتوين الاكس والايه؟ والواي. طبعا الكلام ده ممكن يبقى اي عدد من الفيكتورز. فمثلا اكزامبل لو انت عندك اكس 1 1 0 0 اكس 2 0 1 0 اكس 3 0 0 1، الاكس اللي هي 2 ونيجاتيف 3 و 4 هي لينير كومباينيشن من الثلاثه دول. ليه؟ لان انا لو ضربت الاكس 1 في 2 وضربت الاكس 2 في ناقص 3
وضربت الـ x 3 في 4 وجمعتهم يديني كام؟ الـ x، لأن 2 في 1 بـ 2 زائد النيجاتيف 3 في 0 راحت زائد الـ 4 في 0 راحت، يبقى عندي كام؟ 2. بعد كده 2 في 0 راحت، نيجاتيف 3 في 1 بنيجاتيف 3 زائد 4 في 0 راحت، يبقى دي النيجاتيف 3. وبعد كده 2 في 0 راحت، نيجاتيف 3 في 0 راحت، 4 في 1 بكام؟ ب 4. اوكي؟ يبقى بالتالي الاكس ده ليه هو لينير كومباينيشن بين اكس 1 واكس 2 واكس 3؟ لان عندي في ثلاث ارقام لو اتضربوا في الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 يطلعوا الاكس. تمام؟ طيب فلو المساله بدات يقول لك ايه؟ ديترماين وذر الفيكتور اكس 5 0 از ا لينير كومباينيشن اوف فيكتور اكس 1 واكس 2. اكس 1 1 و2 واكس 2 3 ونيجاتيف 4. ده ايكويفالنت لايه؟ بيقول لك هل في كونستانت سي 1 يتضرب في الاكس 1 اللي هو 1 و2؟ تمام؟ وفي كونستانت 2 يتضرب في الاكس 2 اللي هو 3 وناقص 4. ويتجمعوا على بعض يطلعوا الاكس. لو الاجابه اه، لو الاجابه ان في قيمه ل سي 1 وقيمه ل سي 2 يتضربوا في دول يطلعوا الخمسه والزيرو، يبقى الاجابه يس، اكس هو لينير كومباينيشن بين التو فيكتورز دول. لو الاجابه لا، مفيش سي 1 ومفيش سي 2 يطلعوا الاكس، يبقى الاجابه ان الاكس از نوت ا لينير كومباينيشن بين الايه؟ الاكس 1 والاكس 2. طيب ف لو انت بصيت هتلاقي ان الموضوع ده قلب سيستم اوف ايكويشنز زي اللي احنا كنا بنحله. انت بتقول انا عاوز عندي فاريبل سي 1 تمام مضروب في 1 و2 زائد فاريبل سي 2 مضروب في 3 وناقص 4، المفروض انه يساوي كام؟ الخمسه والزيرو. فانت كده عندك تو ايكويشنز ان تو انون، وبتحاول تحل، يعني هتحل الايكويشن دي وتشوف لو السيستم اوف ايكويشن ده طلع ان في قيمه لسي 1 وسي 2 يونيك سوليوشن يعني، يبقى الاجابه يس. لو طلع نو سوليوشن يبقى الاجابه نو، وممكن يطلع انفينيت ميني سوليوشن. تمام؟ يعني في ارقام كتير للسي 1 والسي 2 بس ده حالات نادره. يعني مثلا نفترض ان الاكس ده 0 0 تمام، وده مثلا 1 1، وانا بقول يطلع خمسة وخمسة، فممكن واحد بمنتهى البساطة يقول لي ايه؟ بص يا دكتور انت لازم تحط هنا خمسة، يعني هنا السي 2 بخمسة تمام، والسي 1 اي حاجة لان هي هتتضرب في صفر وصفر تمام، يعني 10 20 100 1000 ناقص 20 لان هتتضرب في صفر وصفر، فدي تطلع لك دي، والسي 1 اي قيمه، فده سيستم هيبقى الاجابه بتاعته ايه؟ انفينيت ميني سوليوشن، لان اي قيمه لسي 1 مع قيمه سي 2 بخمسه تثبت ان ده لينير كومباينيشن بين التو دول. تمام؟ فانت كسيستم اوف ايكويشن هتحله عادي جدا. يعني انت دلوقتي بتسال ايه؟
هل الاكس لينير كومباينيشن من الاكس 1 والاكس 2؟ يعني هل في سي 1 وسي 2 يتضربوا في الاكس 1 والاكس 2 يتجمع يطلع الاكس؟ فبالتالي انت عندك هو سيستم اوف ايكويشن اللي هو سي 1 مضروب في 1 و2 وسي 2 مضروب في 3 وناقص 4 يطلع 5 و0. فبالتالي انت اكنك بتسال على الاجابه بتاعه التو ايكويشنز دول، تمام؟ فانت هتقوم ايه عامل سيستم اوف ايكويشن اللي هو 1 و2 و3 وناقص 4 ولازق فيهم ال5 وال0 وتحل السيستم اوف ايكويشنز ده، طلع كام؟ السي 1 ب2 والسي 2 ب1، فالاجابه يس. يعني الاكس هي 2x1 زائد 1x2 تطلع الاكس. يعني انت لو ضربت ده في 2 فده يبقى كام؟ 2 و4 زائد ضربت الاكس 2 في 1 اللي هي كام؟ 3 وناقص 4، الاجابه هتبقى كام؟ 5 و0 اللي هو الاكس، تمام؟ فانت دلوقتي عرفت ان الاكس هو لينير كومباينيشن، لان لو السي 1 ب 2 والسي 2 بواحد، تمام؟ ده يقوم عامل ايه؟ ده يطلع قيمه الاكس، تمام؟ طيب اكزامبل تاني بيقول لك ديترماين ويذر اكس نيجاتيف 5 و11 ونيجاتيف 7 از ا لينير كومباينيشن بتوين الثلاثه فيكتورز دول. فماشي، هل في سي 1 تتضرب في اكس 1 زائد سي 2 تتضرب في اكس 2 زائد سي 3 تتضرب في اكس 3 تطلع الاكس؟ يعني سيمبلي انا بحل السيستم اوف ايكويشن اللي هو كام؟ 1 نيجاتيف 2 2 0 5 5 2 0 8. الرايت هاند سايد بقى اللي عاوزه تطلع كام؟ نيجاتيف 5 11 نيجاتيف 7. فلو السيستم اوف ايكويشن ده طلع ليه حل يبقى الاجابه يس، الاكس لينير كومباينيشن من الثلاثه دول، يعني في قيم للسيهات تتضرب في دول تطلع الاكس. لو طلع نو سوليوشن فالاجابه تبقى ايه؟ نو، الاكس ليس لينير كومباينيشن بين دول. فمثلا هنا هو ايه؟ دي الماتريكس اللي احنا كنا كاتبينها، تمام؟ حل طلعت ايه؟ نو سوليوشن، لان انت عندك الرول الاخراني ده كله صفار وهنا في الاخر كام؟ 2. يعني معنى كده ما فيش قيمه لسي 1 او سي 2 او سي 3، او يعني ما فيش قيمه للثلاثه دول مع بعض تطلع الايه؟ الرايت هاند سايد اللي هو الاكس ده، تمام؟ احنا بقى معانا حد تاني اللي هو فاطمه. ها كريم وفاطمه لغايه كده فاهمين؟ تمام يا دكتور. اوكي، فانت كده احنا ايه؟ اتكلمنا على الفيكتورز، الاوبريشنز بتاعت الفيكتورز، ان انت تجمع اتنين فيكتورز مع بعض او ان انت تضرب فيكتور في سكيلر. فبالتالي انت بدات تعرف تعمل لينير كومباينيشن بين فيكتورز، يعني تمسك فيكتور تضربه في رقم زائد فيكتور في رقم، واللي بيطلع ده هو لينير كومباينيشن بين الاتنين. فانا لو سالتك هل الفيكتور ده لينير كومباينيشن من اتنين فيكتورز او ثلاثه فيكتورز او اربعه فيكتورز، فانت بتسال هل في كونستنس سيهات تتضرب في الفيكتورز دي تطلع الفيكتور اللي انا عاوزه ولا لا؟ تمام؟ طيب اخر توبيك عندنا في المحاضره بتاعت النهارده اللينير ديبندنس والاندبندنس، تمام؟ فنركز مع بعض لان هو ده اهم حاجه موجوده في المحاضره بتاعت النهارده، وان شاء الله يعني الدنيا ايه؟ يعني هو قصير يعني مش هياخد وقت، بس انا عاوزكم تركزوا عشان تفهموا الكونسبت. دلوقتي تخيل ان انا مديك ثلاثه فيكتورز،
حد يمليني كده تلات، يعني يمليني رقمين هنا. واحد واثنين. ماشي. حد يمليني فيكتور كمان. صفر وخمسة. حد يمليني فيكتور كمان. ثلاثة وأربعة. طيب تخيل إن أنا مديك الثلاثة فيكتورز دول، الواحد والاثنين والصفر والخمسة، وبسألك هل هم لينير ديبندنت ولا اندبندنت؟ فأنت تقول لي ما أنا مش فاهم يعني إيه لينير ديبندنت ويعني إيه اندبندنت. فأنا هقول لك لو في واحد من الفيكتورز دول يجي بدلالة الاثنين التانيين، يعني ايه يجي بدلالته؟ يعني هو لينير كومباينيشن من الاثنين التانيين، يبقى الثلاثة فيكتورز دول بيتقال عليهم لينير ديبندنت، معتمدين على بعض. يعني مثلا لو الفيكتور ده يتجاب من سي 1 يتضرب في ده زائد سي 2 يتضرب في ده، يبقى دول ايه؟ لينير ديبندنت. او الفيكتور مثلا اللي في النص ده يتجاب من سي 1 مضروب في ده زائد سي 2 مضروب في ده، تمام؟ او عندك فيكتور زي ده يتجاب مثلا من سي 1 مضروب في ده بس، يبقى لينير ديبندنت. يبقى انا بديك شويه فيكتورز كده وبسالك سؤال، هل هم ديبندنت ولا اندبندنت؟ ديبندنت يعني ايه؟ يعني في واحد منهم يتجاب بدلاله الناس الثانيه اللي موجوده، فده يتقال عليه لينير ديبندنت. طب لو مفيش، يعني مفيش ولا واحد من دول يتجاب بدلالة أي حد من الباقيين، يبقى هما independent، تمام؟ طيب فلغاية كده الصورة واضحة يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب دلوقتي تخيل عشان نفهم الديفينيشنز دي، تخيل إن أنت عندك dependent. يعني ايه dependent؟ يعني مثلا نفترض ان الفيكتور الاولاني ده يتجاب في سي 1 مضروب في ده زائد سي 2 مضروب في ده، فبالتالي لو انا ضربت ده مثلا في نيجاتيف وجمعته على سي 1 مضروب في ده زائد سي 2 مضروب في ده، النتيجة هتبقى كام؟ صفر. ما هو ده يتجاب من دول وانا ضربت ده في نيجاتيف، فبالتالي اما سي 1 يتضرب في ده زائد سي 2 يتضرب في ده هيطلع نفس الايه؟ الفيكتور الواحد واثنين ده، بس الواحد واثنين ده هيتضرب في نيجاتيف، فما يتجمعوا يبقى بصفر. يبقى انا اقدر اوصل ان سي 1 يتضرب في اكس 1 زائد سي 2 يتضرب في اكس 2 زائد سي كي يتضرب في اكس كي اوصل بصفر، وعندي سي هات واخده قيم، يعني مش كل السي هات ايه؟ بصفار. نوت اول زيروز، اول نوت اول كونستانتس ار ايه؟ زيروز، تمام؟ فلو قال ليه؟ تعالى تاني، نفترض ان انا عندي السي 1 دي مثلا بتلاتة والسي 2 دي باتنين، ودول يطلعوا لي ده بفرض، فبالتالي لو انا ضربت ده في سي نيجاتيف 1 انا اقدر اوصل ان مجموع الايكويشن دي يبقى بزيرو والسيهات واخده قيم نيجاتيف 1 و3 وايه؟
واثنين. طيب لو هما independent ما ينفعش اوصل لصفر الا لو كل السيهات دي اصفار، لان مفيش واحد منهم يتجاب بدلاله الناس التانيه، فمفيش حاجه هتطير حاجه، فلازم كلهم يطيروا ان السيهات تكون بايه؟ بصفار. يعني لازم يبقى ده زيرو وده زيرو وده زيرو علشان اوصل ان الرايت هاند سايد تكون كام؟ زيرو. لو هما ديبندنت يعني في مثلا الاكس كي دي تتجاب بدلاله الاكس 1 والاكس 2، فبالتالي ممكن يبقى ده واخد قيمه وده واخد قيمه وده يطير معاهم فوصل للزيرو والسيهات واخده قيم. طب لو ده ما يتجابش لينير كومباينيشن من دول ما اقدرش اوصل للصفر الا لو كل الكونستانتس دي مالها اصفار. تمام. يبقى تاني يعني ايه لينير ديبندنت ويعني ايه اندبندنت؟ انت بتبدا ان انت معاك مجموعه من الفيكتورز، تمام، وبتسال نفسك سؤال، هل في واحد من الفيكتورز دول يتجاب بدلاله الناس الثانيه اللي موجوده؟ لو الاجابه اه يبقى هم ديبندنت معتمدين على بعض، لو الاجابه لا يبقى هم اندبندنت مستقلين عن بعض. طيب الديفينيشن الفورمال بقى هو ايه؟ ان انت لو عندك المجموعه بتاعت الفيكتورز اللي معاك دي 3 فيكتورز 4 فيكتورز 5 فيكتورز وهتضربهم كلهم في سيهات وتجمعهم على بعض وتساويهم بصفر، لو السيهات دي لازم تطلع بصفار علشان تحقق هذه المعادله يبقى هم اندبندنت، لو في سيهات هتطلع بقيم وتحقق المعادله بتاعت ان كلهم اصفار اللي هي الرايت هاند سايد بصفر يبقى هم ايه؟ ديبندنت، في اعتماد بينهم وبين بعض. تمام؟ فا اكزامبل انت دلوقتي عندك اكس 1 ب 1 0 0 اكس 2 0 1 0 اكس 3 0 0 0 فهو بيقول لك دول ار لينير اندبندنت مستقلين مفيش واحد منهم يتجاب بدلاله التانيين. تمام؟ وده باين لان انت لو سالت نفسك اضرب الاكس 1 في كام مثلا واضرب الاكس 2 في كام عشان اطلع الاكس 3 او اضرب الاكس 3 في كام والاكس 2 في كام واجمع عشان اطلع الاكس 1 هتلاقي ان مفيش، فبالتالي انت هتلاقي ايه؟ ان انت لو ضربت اكس 1 في سي 1 زائد اكس 2 في سي 2 زائد اكس 3 في سي 3 ايكوال 0 وحاولت تجيب قيم السيز تعمل ساتسفاي للمعادله دي هتلاقي ان هم كلهم هيطلعوا بايه؟ بصفار، فعشان كده انت ايه؟ اندبندنت. لو السيهات دي طلعت بقيم يبقى انت ايه؟ ديبندنت، في اعتماد بينهم وبين بعض. تمام؟ فتعالى ناخد اكزامبل. ار فيكتورز اكس 1 اكس 2 اكس 3 لينير اندبندنت؟ هو سؤال واكسبلين اشرح. تمام؟ فهل هم لينير اندبندنت ولا لا؟ لو لا يعني هم لينير ديبندنت معتمدين. فانا اسال نفسي سؤال، سي 1 مضروبه في اكس 1 زائد سي 2 مضروبه في اكس 2 زائد سي 3 مضروبه في اكس 3 يساوي زيرو. تمام؟ واروح احسب القيم بتاعت السيهات، هل في سيهات تحقق المعادله دي؟ هل في سي 1 تتضرب في اكس 1 زائد سي 2 تتضرب في اكس 2 زائد سي 3 تتضرب في اكس 3 ايكوال 0؟ ففي سؤال، هل في قيم سيهات تساتسفاي المعادله دي؟
لو الاجابه اه ومثلا سي 1 دي مثلا طلعت بنيجاتيف 3 وسي 2 دي طلعت بنيجاتيف 2 وسي 3 دي طلعت بنيجاتيف او 1 او طلعت ب5 وده يحقق، يبقى الاجابه السيهات اللي بتحقق ده واخده قيم، يبقى هي لينير ديبندنت. لو مفيش يعني لازم السي دي تطلع بصفر ودي بصفر ودي بصفر عشان المعادله دي تتحقق، يبقى هي ايه؟ اندبندنت، لينير اندبندنت، والاجابه تبقى ايه؟ يس. فالموضوع كله ان انا بعمل ايه؟ بقوم حالل السيستم اوف ايكويشن ده اللي هو 1 و2 و3 جنبه الاثنين والنيجاتيف 1 والصفر، جنبه الثلاثه والواحد والنيجاتيف 1، والرايت هاند عندي سايد بكام؟ بزيرو. يبقى زيرو زيرو زيرو. واحل السيستم اوف ايكويشنز ده واشوف السيهات هتطلع لي بكام. لو طلعت لي بقيم يبقى الاجابه نو، هما لينيرلي ديبندنت مش اندبندنت. لو الاجابه لا وكل السيهات طلعت بصفار يبقى يس، الاجابه ايه؟ اندبندنت. تمام. فانت لو بصيت هنا ده الماتريكس اهي، وطلعت السيهات بكام؟ السيهات طلعت بكام؟ بصفار. يبقى السيستم اوف يبقى الثلاثه فيكتورز دول مالهم؟ اندبندنت، مستقلين عن بعض. مفيش حاجه تحقق المعادله دي الا ان سي 1 تبقى بزيرو وسي 2 بزيرو وسي 3 بكام؟ بزيرو. لو السيهات طلعت بقيم يعني مثلا هنا نيجاتيف 5 هنا 2 هنا 3 يبقى مالها؟ لينير ديبند. تمام؟ لغايه كده فاهم يا كريم؟ اه تمام يا دكتور. فاطمه؟ ايوه يا دكتور. تمام. طيب حبه نوتس، بس النوتس دي هي اللي انا يعني دي نوت اولانيه. تمام؟ ايه هي؟ بيقول لك لو انت عندك سيت اوف ان فيكتورز اكس 1 اكس 2 لغايه اكس ان، امتى يبقوا لينير ديبندنت معتمدين؟ لو الديترمينانت بتاعهم بصفر. تمام؟ ولو الديترمينانت لا يساوي زيرو يعني طلع باي قيمه غير الصفر يبقى هما ايه؟ اندبندنت. يبقى دي طريقه ثانيه غير الطريقه اللي فوق دي. يعني دي طريقه اهي. الطريقه الثانيه بتقول لك ايه؟ انت بتسال الثلاثه دول ديبندنت ولا اندبندنت؟ فانا هحطهم جنب بعض 1 2 3 2 ناقص 1 0 3 1 ناقص 1 واحسب الديترمينانت بتاعه. لو طلع بزيرو يبقى هم مالهم؟ ديبندنت، معتمدين على بعض. لو طلع لا يساوي صفر يعني طلع اي قيمه غير الزيرو، طلع 3 طلع نيجاتيف 5 يبقى هم ايه؟ اندبندنت، مستقلين. تمام؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ كريم، فاطمة، حد يقدر يقول لي ليه؟ هيا كريم تقدر؟ ممكن تقول سؤال تاني يا دكتور؟ ليه لو الثلاثة فيكتورز لينيرلي ديبندنت الديترمينانت بتاعهم لازم يساوي صفر؟ يعني هو حاططها هنا كقاعدة. تمام؟ أنا بسألك عشان هما عشان هما يعتبروا قيمتين متساويين، فأنا يعني لما أجي أجمعهم واحدة بالسالب وتبقى تساوي صفر. هي يعني اجابتك قريبه. دلوقتي تخيل ان انت عندك ثلاثه فيكتورز اكس 1
واكس 2 واكس 3 ونفترض ان هما لينير ديبندنت. يعني ايه لينير ديبندنت؟ يعني لو ضربت مثلا الاكس 1 ده في 2 وضربت الاكس 2 في نيجاتيف 3 يطلعوا الاكس 3. تمام؟ فمعنى كده ان انا لو باخد الديترمينانت بتاع المنظر ده وضربت الاكس 1 في 2 وطرحته من الاكس 3 وبعد كده ضربت الاكس 2 في نيجاتيف 3 وطرحته من الاكس 3، الاكس 3 ده هيبقى كام؟ اصفار. تمام؟ ما هو بص 2 اكس 1 مثلا ناقص 3 اكس 2 تساوي اكس 3، عشان كده هما ديبندنت. الاكس 3 بيجاب بدلاله الاكس 1 والاكس 2. فانا لو ضربت الاكس 1 في 2 وجمعت في الاكس 3 هيغير القيمه بتاعت اكس 3، وبعد كده لو ضربت الاكس 2 في نيجاتيف 3 وجمعت على الاكس 3 هيديني الاكس 3 كله بكام؟ بزيروس. والديترمينانت بتاع اي ماتريكس فيها رو او كولوم كله صفار بكام؟ بصفر. اوكي؟ طيب فالفيكتورز اكس 1 واكس 2 واكس 3 ار لينير اندبندنت. ليه؟ جيفن الرول دي، لان انت لو جبت الديترمينانت بتاع الثلاثه، يعني حطيت الثلاثه جنب بعض وجبت الديترمينانت، هتلاقي الديترمينانت بتاعه يساوي 1، يعني لا يساوي صفر. يعني ايه؟ اندبندنت. لو كان طلع يساوي صفر يبقى ديبندنت، فيهم واحد يتجاب بدلاله الايه؟ الاثنين الثاني. تمام؟ طيب الرول دي اللي احنا هنقولها دلوقتي هي اللي انا قلتها في الاول علشان اشرح الديبندنت والاندبندنت. تمام؟ ايه هي؟ ان الفيكتورز x1 x2 xk are linear dependent if and only if واحد منهم is linear combination of the other vectors. تمام؟ يعني لو انت دول dependent. ليه؟ لان الاكس 3 يتجاب بدلاله الاكس 1 زائد الاكس 2. تمام؟ فدي الرول اللي انا استخدمتها في الاول. تمام؟ ومش لازم ان واحد يتجاب بدلاله اكتر من واحد، هو ممكن واحد يتجاب بدلاله واحد بس مضروب في ايه؟ في سي. يعني مثلا انت عندك هنا اكس 1 1 1 تمام، واكس 2 2 و2، فلو ده اتضرب في نص يطلع ده. تمام؟ فمعنى كده ان الاكس 1 هو لينير ديبندنت على اكس 2 او العكس، يعني لو ده اتضرب في 2 1 1 اتضربوا في 2 هيطلع الايه؟ ال 2 2. تمام؟ فاللينير ديبندنت ممكن يكون واحد معتمد على واحد او واحد بيتجاب بدلاله 2 تانيين او 3 تانيين او 4 تانيين او 5 تانيين وهكذا. تمام؟ فدي الرول اللي احنا قلناها في الاول. اخر اكزامبل عندنا في محاضره النهارده هو الاتي، ودي من المسائل اللي بتيجي في الامتحان الشكل ده، يعني من الاشكال المعروفه. ايه هو دلوقتي؟ بيقول لك ان اس فيها 3 فيكتورز اكس 1 اكس 2 واكس 3 ودول ار لينير اندبندنت ست، يعني ما فيش واحد منهم يتجاب بدلاله كومباينيشن من الباقيين، او بمعنى اخر لو سي 1 اتضربت في اكس 1 زائد سي 2 اتضربت في اكس 2 زائد سي 3 اتضربت في اكس 3 ايكوال 0، امتى دي هتتحقق؟ لو سي 1 بزيرو وسي 2 بزيرو وسي 3 بزيرو.
مفيش اي حاجه تحقق دي الا لو السيات واخده كام؟ اس 4. فهو بيقول لك شو ان الست تي فيها ايه بقى؟ اكس 1 بلس اكس 2 واكس 1 ماينس اكس 3 واكس 2 بلس 2 اكس 3 از لينير اندبندنت. يعني في فيكتور هو x1 زائد x2، وفي فيكتور هو x1 minus x3، وفي فيكتور هو x2 زائد 2x3 is linear independent. فgiven ان دول linear independent بيقول لك شو ان دول برضو linear independent. طيب يعني ايه دول linear independent؟ يعني c1 اما تتضرب في الفيكتور الاولاني اللي هو x1 زائد x2، تمام؟ و C2 تتضرب في الفيكتور الثاني اللي هو كام؟ X1 minus X3 اللي هو ده، و C3 تتضرب في الفيكتور اللي بعده اللي هو x2 زائد 2x3 تمام، ده يساوي صفر. فلو السيهات اللي تحقق المعادله دي بصفار يبقى انا اثبتت ان هم لينير اندبندنت. فكل اللي انا هعمله ان انا بعد ما اكتب المعادله دي هبدا افاكتورايز على السيهات. يعني هضرب سي 1 جوه هنا وسي 2 جوه هنا وسي 3 جوه هنا، وبعد كده هلم السي 1 بناء على الاكس. يعني هنا في سي 1 مضروبه في اكس 1 وفي سي 2 مضروبه في اكس 1، فاما اخد الاكس 1 كومن فهيبقى عندي ايه؟ سي 1 زائد سي 2 بره، تمام؟ عندي هنا C1 مضروبه في X2 وعندي C3 مضروبه في X2، فال X2 اما اخدها كومن فاكتور هيبقى عندي C1 زائد C3 مضروبه في X2. فانا اما الم على الاكسات انا وصلت للايه؟ للشكل ده. فانا عارف ان ده يساوي صفر وده يساوي صفر وده يساوي ايه؟ صفر من فوق من هنا، لان X1 مضروبه في حاجه زائد اكس 2 مضروبه في حاجه زائد اكس 3 مضروبه في حاجه تساوي صفر، لينير اندبندنت، وده جيفن. يعني معنى كده ان دول اصفار، فمعنى كده ان انا ايه؟ عندي ان ده يساوي زيرو اللي هو البراكت ده، وده يساوي زيرو، وده يساوي زيرو، تمام؟ فده السيستم اوف ايكويشن بتاعه اهو. فلو طلع ان السيهات اللي اتحقق ده اصفار يبقى الاجابه يس، ده لينير اندبندنت، وانا قدرت اوريك ان هو لينير اندبندنت. لو الاجابه نو يعني السيهات ما فيش سيهات تحقق المعادلات دي، يبقى انا ما قدرتش اوريك ان السيستم ماله لينير اندبندنت، فمعنى كده ان هو هيبقى ديبندنت، هيبقى ايه؟ مستقل، سوري، معتمد على بعض، تمام؟ فدي كانت آخر سلايد عندنا في محاضرة النهاردة. ها يا فاطمة وكريم، حد عنده أسئلة؟ لا شكرا يا دكتور. فاهمين يعني؟ اه. طيب من فضلكم بس اكتبوا اسمكم والاي دي في الشات وخلاص، لو ما عندكوش أسئلة تقدروا تخرجوا يعني.
كريم عندك أسئلة؟ لا يا دكتور ما فيش حاجة، طب اكتب ماشي، الاسم. اكتب اسمك في الشات.